وحول ردود الفعل خاصة الفرنسية على مقتل البغدادي والاستعدادات الأمنية هناك، ينضم إلينا من باريس مراسلنا أحمد كيلاني. أحمد، فرنسا رحبت في مجمل تعليقاتها على مقتل البغدادي، لكن كيف استقبل تداعيات مقتل أمير التنظيم كما يسمى سواء على المستوى السياسي أو الشعبي أحمد؟ نعم، واضح أن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي أثار المخاوف كبيرة هنا في فرنسا من شن عمليات إرهابية جديدة. هناك مخاوف حقيقية من وجود خلايا نائمة قد تتحرك خلال الفترة المقبلة لشن عمليات انتقامية في فرنسا. الرسالة التي وجهها وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيغ إلى وحدات الشرطة دعت إلى توخي أقصى درجات الحذر لمنع أي هجمات انتقامية قد تتعرض لها فرنسا خلال الفترة المقبلة. حالة الاستنفار الأمني هنا في فرنسا تشمل المراكز الأمنية الحساسة وتشمل أيضا المناطق السياحية كشارع شانزليزيه وقوس النصر وبرج إيفيل، وأيضا تشمل المراكز التجارية الكبرى. أغلب التصريحات المسؤولين الفرنسيين بعد مقتل أبو بكر البغدادي شددت على ضرورة مواصلة القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال أن مقتل البغدادي يشكل ضربة قوية وموجعة للتنظيم، لكنها لا تمثل سوى مرحلة، وأكد أيضا ضرورة إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي، وقال أن هذا الأمر يعتبر أولوية بالنسبة إلى فرنسا. كيف أيضا وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي هنأت الجانب الأمريكي. يعني كيف يكون أولوية لفرنسا؟ يعني هل هناك خطط ربما ستستأنف؟ هل هناك خطط جديدة سيكون هناك العمل عليها في المستقبل؟ كيف ذلك؟ كيف فرنسا حتى الآن لم تعلن عن انسحاب أو عن سحب القوات الفرنسية المنتشرة في شمال شرق سوريا والتي تساعد قوات سوريا الديمقراطية في منع انتشار تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى في شمال شرق سوريا؟ فرنسا أبدت انزعاجا كبيرا من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، ولكنها حتى الآن لم تعلن عن سحب جميع القوات الفرنسية من هناك، ولذلك تشدد فرنسا على ضرورة مواصلة الجهود للقضاء نهائيا على تنظيم داعش الإرهابي. وحتى الآن كما ذكرت لم تعلن عن سحب القوات الفرنسية من هناك. المسؤولون الفرنسيون يعتبرون أن هذه المعركة لم تنتهي بعد، وأن مقتل أبو بكر البغدادي لا يشكل إعلانا نهائيا عن موت هذا التنظيم، ولذلك يشددون على ضرورة مواصلة المعركة ضد الإرهاب. وهذه التصريحات من وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس باري ومن وزير فلورنس بارلي ووزير الخارجية جان إيف لودريان صبت في هذا المصب، وخصوصا وأن فرنسا كانت قد تعرضت في الثالث من هذا الشهر إلى ضربة موجعة عندما قام أحد موظفي مركز شرطة باريس بقتل 4 من زملائه، وتبين لاحقا بارتباط هذا الشخص بتنظيمات إرهابية وتبنيه لأفكار إسلامية متطرفة. الرئيس الفرنسي توعد خلال حفل تأبين الجنود العناصر الشرطة بمعركة لا هواد فيها ضد الإرهاب. شكرا جزيلا من باريس، كنت معنا زميلنا أحمد كيلاني.